السفارة الأمريكية ما يجيب غير المشاكل للعراق. أمريكا قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، لازم أن يكون التعامل وياها تعامل سياسي مبني على المصالح المشتركة بين البلدين بغض النظر عن السفارة الأمريكية وهي كل الدول. ضرب السفارة الأمريكية وضرب السفارات الباقية غلط. هذا أنتم عندكم مشكلة، مشكلتكم ويا الدولة الأمريكية، مو مشكلتكم ويا الهيئات الدبلوماسية اللي دايما يمثلون بلدهم ببلدنا.